عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا بيتزا. فايت وجدنا بيتزا ولكن هذه المره الطريقه شويه مختلفه. اول حاجه غادي نصايبوا لاباط، هي الاولى حيت كيف ما قلت لكم لاباط تتبغي ترتاح بزاف، تتبغي تخمر وترتاح بزاف، دونك غادي نصايبها هي الاولى نخليها تخمر وعاد ندوزو نصايبوا لاصوص ديالها وداكشي اللي غنحتاجو. اول حاجه غادي نبداو في المقادير ديال لاباط. عندنا جوج معالق صغار ديال الخميره، عندنا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وعندنا معلقه صغيره ديال الملح، وعندنا معلقه صغيره ديال الزعتر. انا عندي هذا مطحون ومديره في قرعه، من تنبغي تناخذ منه معلقه صغيره ديال الزعتر. وعندنا الزيت انا دايره في هذا الكاس كبير حيت غنحتاجو من بعد لاصوص، ولكن انا غناخذ غير نص كاس ديال اتاي، يعني ديال العنبه، نص كاس ديال العنبه هو اللي غادي نحتاج في العجينه. عندي ساشي واحد ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي نحتاج نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الابزار. وفي الطحين عندنا زلافه ديال الفورس، وغادي نزيد نص زلافه ما كاملاش ديال السميد، السميده الرقيقه، هذه رقيقه ديال الحرشه رقيقه، ندير نص زلافه. دابا انا غادي ناخذ جوج معالق عامرين مزيان ديال الخميره، جوج معالق صغار، وغادي ندير عليهم الماء دافي ونخليهم غير باش تذوب لينا الخميره. ندير لهم شويه الماء دافي. كيف ما شفتوا انا درت الخميره، جوج معالق صغار الخميره، وزدت عليهم الماء صافي، وغادي نخليهم باش تذوب ليا الخميره مزيان، ومن بعد غادي نزيدها في العجانه ونعجن لاباتا بيتزا. انا درت زلافه ديال الفورص، غادي نزيد نص زلافه ديال السميده، هاد الشيء الطريقه شويه مختلفه، زدت فيها السميده على حسب الطريقه اللي درت من قبل. غنزيد معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه، زدت معلقه ديال الزعتر، وزدت ساشي ديال الخميره. ودابا غادي نزيد شويه ديال البزار، غير هكا غير راس المعلقه ديال البزار، وغادي ندير نص كاس ديال الزيت هو اللي غادي ندير. غنزيد هاد الخميره اللي درت في الماء، هي دابت ما بقاتش نحبها، هكا غادي نزيد الخميره وغندير لكم الماء. نعطيكم الماء بالضبط اللي غادي نحتاج، غنعبر بهذا النيت، غندير الكاس الاول وندور العجانه. دابا من بعد ما تعجنات، انا هزات ليا يعني زلافه ديال الفورص، نص زلافه ديال السميده، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال السكر، جوج معالق مذوبين في شويه ديال الماء ديال الخميره، شويه ديال البزار خماره، والماء جاوني جوج كيسان ما كاملينش، يعني الكاس الثاني شاد فيه هكا ما كاملش، على حساب عاوتاني الطحين الا كان تيشرب. المهم انا جوج كيسان ما كاملينش هز ليا ديال هاد القدر ديال الطحين. تتجي بحال هكا، ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون جايه. دابا انا غادي نغطيها هنا ونخليها تخمر وندوزو باش نصايبو لاصوص. دابا انا غنوريكم، حيت انا غندير بيتزا بنجال، كيف ما قلت لكم هذه البيتزا شويه مختلفه على اللي درت قبل. انا شنو درت هنا، خديت بنجال قطعته هكا رقيق رقيق بزاف، ودرت له شويه الملحه وخليته واحد الساعه حتى تيطلق هذا الماء. هذا الماء ديال البنجال، هكا ملي تنقليوه ما تيشربش لينا الزيت وتيجي زوين. دونك انا غندير له هكا ونخليه حتى من بعد، وغادي ندير له الطحين ونقليه في الزيت اللي يكون سخون مزيان، يعني الزيت حتى يسخن. شتي كيف ما تديروا، شفتوا تيخرج منه الماء مزيان، هذيك الملحة تخرج منه هكا ما تيشربش لينا الزيت كاع. دونك كنقول لكم المقادير اللي عندنا، عندنا ثوم بودر، عندنا شويه التحميره، شويه السودانيه، شويه البزار، شويه الكمون، والزيت. عندي 4 ديال المطيشات محكوكين في الحكاكه الرقيقه،
هنا عندي بصله محكوكه حتى هي في حكاكه رقيقه ودريس ديال الثومه درس ديال الثوم. عندي شويه ديال الملحه. عندي مطيشه ديال الحك معلقه كبيره عامره مزيان. وغادي ناخذ نص معلقه ديال الزعتر وعلبه ديال الطون ديال الزيت وحده. وعندي فرماج موتزاريلا محكوك وعندي حتى الفرماج مربع ديال الساندويتش انا عاد نجبدو حتى هو غادي نحتاجو. درتو في الكونجيلاتور باش يقصح ونقدر نقطعو رقيق بزاف حتى هو غادي نديرو. انا درت نص كاس ديال الزيت وزدت هذيك الثومه والبصله اللي محكوكين. غادي نزيد شويه د الملحه وغنشحرهم عاد نزيد مطيشه نزيد مطيشه ديال هاد الملحه ريا ونخليها طيب. وغادي ندير المقله باش نقلي الدنجال هدايا. غادي ندير معلقه ما عمرش الكمون اسمعي لقاد البزار فلفل اسود شويه طريقه سودانيه وغادي ندير تحميره انا تعجبني نديرها الثومه ما عرفتش علاش بصح تجي زوينه. وخا درت الاخرى غادي نزيد شويه من هذه وغادي نزيد نص معلقه ديال الزعتر صافي. دابا نخليوها طيب وغادي ندوز باش نقلي الدنجال. كيفما شفتوا انا درتو في الطحين قبل ما نديرو يتقلى تنديرو في الطحين بحال غنقليو سردين ولا دنجال هكا تنقليو. المهم قليا الدنجال عادي تنديروه في الطحين ومن بعد غادي نديرو في المقله ديال الزيت تكون سخونه مزيان غادي نقليه ونعاود نطلقها. بالنسبه انا هذا كمعتاد انا هذا اللي ما تيبغيش الحموضه ديال مطيشه يزيد شويه كيفما شفتوا غير شويه راس معلقه ديال سنيبه. انتو تتبغيو الحموضه ديال مطيشه ما كاينلاش هاد الشويه السنيبه تتهرس من الحموضه ديال مطيشه شويه صافي. انا عندي لاصوص قربات توجد غادي نطفي عليها دابا شويه يعني كيفما كنعرفو انا الدنجال الا جينا هكا وقطعنا ودر ما يتقلى ديفوا تتحطوه في المقلة تينص داك الزيت كامل. شفتو الزيت كيفما كبيت انا ما درتش بزاف درت ما كانش شانس كاس صغير ها هو باقي كيفما هو غير قلي ليا الدنجال صافي يبقى في المقلة. انا دابا وجدت كلشي عندي واجد بقات لي غير لاباط غادي نطلقها وغادي نوريكم حيت انا غادي نطلق بيتزا وغندير شي خبيزات صغار هكا انتم غتشوفوني كي غادي نديرهم. انا خاص شويه الزيتون انا قطعت هكا شويه الزيتون غنزيد عليه الطون زيت الطون وغنزيد غير شويه ديال الفرماج موتزاريلا هكا وغنزيد شويه من هذا الفرماج هذا اللي قلت لكم انايا جبتو قطعته هكا داير طويل وغنزيد شويه ديال الزعتر غناخذ شويه ديال مطيشه اللي طيبت لاصوص بيتزا غادي نخلطهم وغنخليهم في الجنب تنوريكم شنو غادي علاش غادي نحتاجهم. غنخليهم هكا في الجنب بغيتو ديروا حتى المعدنوس مي انا ما غاديش نديرو. كيفما شفتوا انا العجينه كانت خمرات وعاودت دخلت فيها داك الهواء وغادي نطلقها تلاك. والطاو انا عندي غنديرها هاد الدايره دهنتها غير بزيت مره اخرى دهنتها بالطحين غير بالنسبه لكم اللي ما عندوش لا طاسه تلصق من الاحسن ندير طحين. انا دابا درت لها غير الزيت حيت ما تلصقش. عندي كلشي واجد لاصوص مطيشه واجده الزعتر اللي غندير شويه من الفوق الطون هاد الفرماج هذا حتى هو غادي نديرو قطعته هكا فرماج موتزاريلا الدنجال
وهادي غنحتاج ندهن بها هادي لاصوص اللي طيب ديال لاصوص البيتزا. خديت منها داك الزيت اللي تيبقى غادي ندهن بها الجناب ديال البيتزا. انا قطعت منها خليت غير القياس الاخر غادي نحتاجو من بعد وغادي يبقى دهنها مزيان وغنديرها في لاطا كيف ما وريتكم. لاطا عندي مدهونه الفران خصو يكون سخون كيف ما قلت لكم. هنهزها هكا قدوها غنحتاج نقص منها وغادي نثقبها بالفورشيت. صافي غنثقبها بالفورشيت مزيان هاد لاصوص. لاصوص ملي تشوف بحال دابا انا هادي ما غاديش نديرها كامله غناخد غير القياس والاخرى نقدر نديرها في طاسون نخليها حتى المره الاخرى الا احتاجيتها للبيتزا ولا من غير البيتزا. نشوف شحال غنحتاج انت يكون عندنا هكا الناس اللي تتبغي توجد بيتزا حتى لاخر لحظه تصايبوا لاصوص ديروها في بواطا تخليوها ولا باتا هي دار في الكونجيلاتور تجي سهله ما تتعكزوش عليها واخا هي ما تاخذش الوقت بزاف ما تجيني وقيله اسهل حاجه هي البيتزا دغيا تتوجد ما تاخذش بزاف الوقت اذا كان عندنا كلشي في الدار حتى لاخر لحظه تدخلوا وتوجدوها دغيا. صافي هاد المطيشه اللي درت هاد لاصوص كافيه ما غاداش نزيد تجينيش محمضه بزاف كما دابا غنخليوها في الجنب غترقوها مزيان هادي حتى تولي بحال الشكل ديال الورقه بحال الدريت يترقق مزيان. هادي كفكره بغيتو ديروها ما بغيتوش غديرو بيتزا عادي تعمروها بالشكل العادي اللي تنديرو وصافي. في دابا كيف ما شفتو كيف ما رققت هكا غادي ناخد هذا المرشم هذا نقطع بحال هكا وغنقطع خبيزات صغار هكا دوائر كيف ما شفتو انا بديت اشنو غادي ندير غناخد هادشي اللي صايبت معكم قبل زيتو طون فرماج وشويه الزعتر غادي ندير هكا غنحط العماره ندورها هكا خبيزات صغيورين وغادي نحطهم غنبقى حتى نكمل كلشي وغنشوف واش غادي يقدوني في الدوره ديال البيتزا ولا لا. دابا من بعد ما وجدت هادو غادي نجيبهم ونحطهم بحال هكا غادي ندورهم خا يجيو من بعدين. غادي ندورو لاطا كاملة هكا دابا من بعد ما درنا هاد الخبيزات كاملين هكا بجنب غادي ندير أول حاجة الطون تقدرو ديرو الكفتة ولا مهم انا درت الطون تجي زوينة تتماشى مزيان مع حتى الكفتة بصراحة تتماشى مع الدنجال كاين نوع شوية المرة اللي قبل درتها بالكفتة بل...
صافي. من بعد ما درت الطون غادي ناخذ الدجاج. شفتوا الدجاج تيجي ما شارب لا زيت لا والو، تيجي هكا مقرمش بحال تشيبس. صافي غادي نشفتو تيعطي نسمة زوينة بزاف. من بعد غادي ناخذ هاد الفخوماج هذا غادي نحاول نستفو نقطعها كرقيق. دابا غادي ندير غير شويه الزعتر هكا على هاد الخبيزات، نديرها هكا من الفوق، وغادي ناخذ موتزاريلا ونديرها من الفوق. هاد الزيت اللي صفيت من ماتيشا من لاصوصا بيتزا، وغادي ندهن به هاد الجنب هادو باش يعطيو منظر زوين. نزيدو معاهم صفر د البيض، انا غادي ندير غير هكا ندهنهم مزيان. الا بغيتوها تخمر تقدروا تخليوها واحد 5 دقائق قبل ما تدخلوها للفران، لكن صراحه ما كيلاش اللي تتخمر في الاول صافي. من بعد ما كاينلاش تخمر تعاودوا تخمروها، نتنهم مزيان باش يجيو عاطيني اللون اللون زوين. ديجا انا دايره الزعتر، ولا ما بغيتوش كما قلت لكم ديروا هادشي، ديروا صفر د البيض مع شويه د الخل وشويه د الحليب ولا الكريم فريش اللي كاين، ودهنوهم تيجيو، وديريهم شويه زنجلان الا بغيتو تيعطيو منظر زوين بزاف. صافي انا غساليتها وغادي ندخلها للفران ونعاودو نتلاقاو من بعد ما نخرجها من الفران. انا دابا ملي طابت تقريبا نص طيبه البيتزا شنو درت، خديت 4 كاس ديال الزيت، بيضه واحده، ولا كان عندكم فخوماج مثل جوج فخوماجات ما كانش ديروا الجبن. انا درت هنا جوج معالق كبار ديال الجبن، 4 كاس ديال الزيت، وبيضه واحده كامله، بغيتو ديروا غير صفر ديروه، وغادي نديروه من الفوق هكا. صافي من بعد ما درت هذاك الخليط اللي قلت لكم اللي هو جبن وبيضه و 4 كاس الزيت، كبيتو هكا الوسط، زدت هانتا هادو باش يعطيوني لون زوين، وعاد نعاود ندخلها للفران طيب مزيان، ونعاود نتلاقاو ملي تكون واجده. كيف ما شفتو البيتزا ديالنا تجي على هاد الشكل هذا. علاش انا درت هذاك البيض وهذا؟ باش تجي انا تعجبني هكا محمره من الوجه، باش تجي عطيكم هاد تجي هكا محمره تجي منظر زوين. الا ما بغيتوهاش تحمر بحال هكا تقدروا ديروا هذاك البيض والجبن والزيت وتخليوها غير شويه بحال تصفر وتحيدوها، هكا شكلها تيجي حسن. كيما تجي على شكلها كتجي بيتزا بشكل مختلف. وغادي نقول لكم بالصحه والراحه، جربوها غادي تعجبكم بزاف. والسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش لايك بارطاج، ولا عندكم شي ملاحظه كتبوها ليا تحت في لي كومونتير. في امان الله.